اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش وجدت هاد الزويجه ديال بيروش في سيمانه عشيري اسبوع واحد جهزت فيه الطويرات ديالي. شوف اللهم بارك بكيه نيفوز درق عشيري واجد مليار في المية. وهذه انتي وا الدراري شوف اللهم بارك شحال واجده. اول حاجه الدراري غادي نتفقوا عليها قبل من الماكله هي القفز فين غادي تحطوا. هذه السطره غنيه 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 بالفيتامينات والاملاح المعدنيه او الفيتامين او. شوف خطيرة وبالمزيان. السبت والحد غادي نكون في الرباط وفي سلا وغادي نتلاقى مع عائلتي عشيري عائلة ياسر لوس. ومهم حاولوا تجيو بزاف بغينا نبلبلوها في الرباط وفي سلا. هاد البروغرام هذا والله ما يعطيه لك شي حد قسما بالله. نظام غذائي متوازن ومخير وخدام بي انا وهالنتيجة عشيري قدام. واش الدراري واش الدريات معاكم ياسر عاوتاني فيديو جديد عشيري. اش بغيتش اش اخباركم الدراري واش اخباركم الدريات؟ سرق الزيت. نتمنى نتوما تكونوا بصحه جيده، الصحه ديالكم بخير، الخدمه ديالكم بخير، القرايه ديالكم بخير، والامور ديالكم كلها تمام. لا نتومايا لا الفريخات ديالكم تاش كدير بوبيزه زوينه. دراري انا اليوم فرحان وبزاف فرحان لجوج اسباب. السبب الاول دراري السبت والحد غادي نكون في الرباط وفي سلا وغادي نتلاقى مع عائلتي عشيري عائله ياسر لوس احسن عائله ديال الطيور في المغرب عشيري. ثاني حاجه غادي ندوي لكم اليوم على البيروش. بزاف الناس منكم الدراري كيطلبوني خويا ياسر علاش كدوي على لانسيبارابل كالوبسيد الكناري ولا لي فيك خوشو وما كدويش لنا على البيروش؟ هانا عشيري غادي ندوي لكم على البيروش دابا ان شاء الله وغادي نوريكم كيفاش جهزوا الفريخات ديالكم في اقل مده ما بين سيمانه حتى ل 10 ايام الدراري ما تعطلش بزاف. وغادي نوريكم النظام الغذائي وجميع الامور الدراري اللي خدام بها انا شخصيا حتى وجدت هاد الفريخات هادو في سيمانه. ولكن قبل من هادشي الدراري اجي ندوي لكم على البلان ديال السبت والحد. ان شاء الله الدراري السبت والحد هو انني غادي نطلع على الرباط وصلة. غادي تقول لي خي ياسر بغينا نتلاقاو معاك وفين غتكون ومعاش هادشي؟ غادي نقول لك اصاط كلشي دابا. غادي نطلعوا نهار السبت للرباط كرينا ابارتمون في حسان الدراري. المهم صحاب الرباط غيعرفوا الحسان فين جات حدا ودايا وديك التواشا تمايا. دونك كرينا ابارتمون تما اللي غادي ندوزو فيها السبت والحد الصباح ان شاء الله الدراري. غادي ناخذوا التران ديال 10 ديال 11 تقريبا غادي يحطنا في غابافيل. غنزلوا في غابافيل مع ديك 11 11 ونص 12 غنهزوا الباكاج ديالنا غادي نمشيو وسط لابارتمون اللي كرينا في حسان وديك الساعه الصاد غتبدا البلبله ان شاء الله. اول ميتين الدراري ولا اول بلاصه غنتلاقاو فيها هي الرباط مارينا مع الخمسه د العشيه. جري معايا الا بغيتي يا صاد تجي عندنا وتبان معنا في الفلوق ونديرو ستوريات ونبلبلوها نهار السبت الصاد في الرباط في مارينا مع الخمسه د العشيه. ها الرونديفو الاول. اما الرونديفو الثاني غادي يكون في سلا. سلا كاين واحد السوق ديال الطيور الدراري تمايا وقالوا لي الدراري خي ياسر جي دير شي فلوق تمايا وعرف بهذا السوق مزيان. قلت لهم مرحبا على الراس والعين. قالوا لي سوق الكلب او دوار شي لعيبه المهم هذه السميه هذه سوق الكلب. كيكونوا تمايا الطيور كيكونوا الحمام كيكونوا بزاف الامور. غادي نتلاقاو تما مع ثلاثة ديال العشية الدراري. ثلاثة ديال العشية غادي نكون في السلا في السوق ديال الكلب البلاصة اللي كيكونوا فيها الطيور. نتمنى تكون فهمتيني عشيري. المهم حاولوا تجيو بزاف بغينا نبلبلوها في الرباط وفي السلا. واجي ندخلوا دابا الموضوع ديالنا اللي هو بيروش. دابا الدراري غادي ندوي لكم على كيفاش تجهز الفريخات ديالك واي واحد عنده زويجة ديال بيروش وبغى يوجدها اشنا هي اسهل طريقة واسرع طريقة انك تجهزهم. سير عشيري جيب واحد الورقة والسيلو اجي قيد معايا. ورقة والسيلو مهم باش غادي نعطيك نظام غذائي من اثنين حتى لحد اش توكل اش تسرب اش دير هكا دغيا يوجدوا لك الفريخات ديالك ديال بيروش. جبتي ورقه وسيلو جري معايا. اول حاجه الدراري غادي نتفقوا عليها قبل من الماكله هي القفز فين غادي تحطو. غادي تشري سيباراسيون بحال هادي وتفرق ما بين الذكر والنسوه في هاد الشبيك هذا هو كيبان. وغادي تشد داك القفيز وغادي تعلقو في شي بلاصه بحال هكا اللي تكون الدراري مكالميه ما يكونش فيها تبرزيط. هاد الامور الدراري خاصك طبقها بالحرف الا بغيتي تجهز الفريخات ديالك في اسبوع حتى ل 10 ايام ماكسيموم. تشد القفيز ديالك سيباراسيون تفرق ما بين الذكر والنتوه بالشبكه وتلصقهم في شي بلاصه عاليه وتخليهم مرتاحين. هذه نقطه اساسيه الدراري في التجهيز ديال هذا النوع ديال الفريخات الكالم عشيري ويكونوا مرتاحين وما تبقاش كل مره شد طلق شد طلق شد طلق. ملي
طبقتي هاد الامور هادي. وعلاش يا استاذ نقول لك النظام الغذائي؟ هاد النظام الغذائي الدراري خدام به انا شخصيا وغادي نبارطاجي معاك. توريني شكون هذا اللي غيعطيك النظام الغذائي اللي خدام به هو. غادي دير 2 3 4 5 جمعه السبت الاحد. نهار 2 غادي تعطي لي غران جيرمي الحبوب المستنبته. اشنا هما هاد لي غران جيرمي واشنا هما الحبوب المستنبته؟ ديجا درت عليهم ريل في انستغرام، ديجا درت عليهم ريل في فيسبوك، ديجا درت عليهم ريل في تيك توك. حاول تابونا في هادشي. كتاخذ نص كيلو ديال الزره، نص كيلو ديال الشعير، نص كيلو ديال الضره، ربعه ديال الحلبه، ربعه ديال الايلان، و100 غرام ديال الحبه السوداء. هادشي باش خدام انا كنخلطهم كاملين، كنبقى نفزقهم بالليل، والغد ليه كنعطيهم للفريخات مع الصباح. دونك نهار 2 غادي دير هاد القضيه. هادي السطره غنيه 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 بالفيتامينات والاملاح المعدنيه والفيتامين او. شوف خطيره وبالمزيان. النهار الثاني الدراري غادي تعطي ليغول الخضره. الخضره اش غادي تعطي فيها؟ انا غالبا كنعطي الوراق ديال اللفت، كنعطي لي زيبينار، كنعطي الوراق ديال الفجل. هادو راه غنيين بالفيتامين او وبزاف الدراري. الفيتامين او راه كيلعب دور كبير باش تجهزهم. شوف راه ماشي تمشي للسطات تبقى تعطيهم في الخيار وتجيب بليمه وجلوج، خاصك تطبق هادشي بالحرف. لي زيبينار اولا الوراق ديال اللفت اولا الوراق ديال الفجل. نهار الاربعاء غادي تعطي الباطي. الباطي اش كيكون فيه؟ انسيكت فرويد مير مخلط داكشي فيه الدود القبابي، هادشي كله بروتين وكالسيوم. ما تنساش باللي تجهيز الدراري واحد 90% فيتامين او كالسيوم سيلينيوم، هادشي ضروري. وبيان سور لا فيتامين دي هي اللي كتفيكسي الكالسيوم بالعظام ديال الفراخ، وهادشي ضروري صات هوايا. دونك قلنا نهار الاربعاء الباطي. نهار الخميس الدراري غادي تعاود تعطي لي غران جيرمي اولا الحبوب المستنبته اللي درتي نهار 2. نهار الجمعه لي فروي اش غادي تعطي في الفواكه؟ عطي غير التفاح بركه عليك ما تكثرش عليك. التفاح الدراري راه غني 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 بلي فيتامين ولي مينيرو، راه ناضي. ما تستهنوش بالتفاح الدراري. نهار السبت الدراري كنعطي البيض المسلوق. نص بيضه مسلوقه تكون طايبه مزيان وتكون بالقشور ديالها وحطها ليهم وخليهم. ونهار الحد الدراري كيكون الكريت. فوالا هو الكريت. شنو هو؟ هو الحصى ديال الرمل، كيكون فيه الكوكياج، كيكون فيه السيبيا مطحونه، كيكون فيه المرجان، كيكون فيه الرمله، كيكون فيه بزاف الامور اللي غنيه بالكالسيوم والمعادن مزيانه للصحه ديال الفريخات. هاد البروغرام هذا والله ما يعطيه لك شي حد قسما بالله. نظام غذائي متوازن ومخير وخدام بي انا، وهالنتيجه عشيري قدام هاد الكوبل. هادو جابهم ليا معاد طويلي راكم تعرفوه، جاب ليا ما واجداش مزيان. والسيره صات تشوف دابا كيفاش واجده ومخيره وناضيه. السيمانه صات حتى 10 ايام قلت لك ماكسيموم الفراخ ديالك غيتبدل، ولكن اطبق هادشي اللي قلت لك بالحرف. الكار الكاش في بلاصه مرتاحه، ما كاينش صداع، ما كاينش قوه التقلاب وكذا. هذه الاولى، نظام غذائي اللي يكون متوازن وناضي ومخير. هذه الثانيه. وثالث حاجه هو التوفيق ديال الله عز وجل، والله يسر لك الامور. ملي غادي تدوز الصاد واحد السيمانه حتى 10 ايام، حنا نعطيوك 10 ايام اسيدي ماشي سيمانه، غادي تلاحظ باللي الكير اولا النيف ديال الفراخ بدا كيتبدل لي اللون ديالو. الذكر ملي كيهيش كيولي ازرق، النجوه ملي كتوجد كتولي مارم. وملي الصاد يوليو بحال هكا لصق النتي وسط الصنيديقه وخليها واحد اليومين، واحد اليومين وهي كتوكر في الصنيديقه، وديك الساعه طلق عليها الذكر الصاد، حل الشبيك اللي بيناتهم، وهانت الصاد وجدتي الفريخات، هانت زهوجتي، هانت قضيتي الغرض. ياك ابو بيز ولا ما ياكش؟ ابو بيزا بوبيزا زوينه دراري، غنبقى نقول ليه بوبيزا بوبيزا حتى غيطلع نتوى. وبالرجوله انا والله ما كرهت بوبيزا يطلع نتوى، ونشاوجو مع مونغا. اش بان لكم؟ بلاتي بلاتي، اش بان لكم الدراري؟ يجي كوبل ناضي ولا ما يجيش كوبل ناضي؟ اللهم بارك. صراحه ما كرهتش بوبيزا يطلع نتوى، وهكا نزوجهم بجوج. هذا هو البلان الدراري. نتمنى تكون استفدتي، نتمنى تكون خديتي فكره وعرفتي كيفاش جهزت هاد الفريخات هادو في السيمانه. هذا هو البلان الدراري. واللي غادي نقول لكم، اللي غادي نقول لكم، اللي غادي نقول لكم، حاول تهبط للديسكريبسيون، غتلقى انستغرام ديالي، غتلقى تيك توك ديالي، غتلقى فيسبوك ديالي. هاد الثلاثه هادو وتابونا الصاد ضروري، راه هما اللي غتبقى تلقى فيهم الجديد، هما اللي غتبقى تلقى فيهم الطيور كيتباعوا، هما اللي غتبقى تلقى فيهم اي حاجه عندها علاقه بالطيور وعندها علاقه بياسر فلوجز والجديد ديالو فين كنمشي وفين كنجي. المسابقات اللي غيكونوا كاع داكشي اللي غادي تحتاج غتلقاه في هاد الثلاثه، تيك توك انستغرام فيسبوك. حاول تابونا بهم. وبيان سور ما تنساش معاك يوتيوب. مرحبا، هادو هو البلان الدراري. تهلاو ليا فروسكم، تهلاو طويراتكم، تهلاو الحيوانات اللي كتربيو. تضرب لي على الجوجة. كان معكم خوكم ياسر، كان معكم مونغا وبوبيز، ولاد الرباط ولاد السلا. نهار السبت والحد نتقاشعو ونبلبلوها.